something that I'll enjoy. Move a little bit closer now to some place where there ain't no crowds. I wanna get to know you right here and now. السلام عليكم اصدقائي عاشق الدرجات الناريه. اليوم غادي ندير ريفيو للسون 3 او 103 بريباريا. نخليكم مع السينيماتيك. بالنسبة اخوتي هذه هي 103 بريباريا كما كتشوفوا الشكل تاعها. بالنسبة لي الشكل تاع 103 كما كتشوفوا الرويت الرويت سلوكة انا رويت سلوكة عامرين. بالنسبة للرويضة تاع اللور سلوكة. بالنسبة للفرانات فرانات الزيت يعني فرانات ديسك يعني فرانات الزيت تاع اللور كل قدام. بالنسبة لي بارت فاش كنحط رجليك. بالنسبة للشاك مابو كما كما كتشوفو و الماكينة هيوندا 125 كما كتشوفو هادي هي الماكينة يعني 125 فسلام. بالنسبة للمونتو ستوب كاين في الجنب كما كتشوفو انا هذا هو المتسول تاعها يعني سون 3 بريباراسيون 125 كما كتشوفوا هذا هو البيدون. بالنسبة هذا هو البيدون كما كتشوفوا يعني هو الفران يعني فران بحال تاع بينيليك هو كوب كورون. بالنسبة للزيت كما كتشوفوا هنا كاينين جوج كاين لومبرياج بالنسبة لماكينة لومبرياج هذا لومبرياج وهذا الفران بالنسبة للفران تاع اللور. بالنسبة للماكينة فيها تقريا هنا هي بلاصة البلاكة كما كتشوفو. هذا هو الصوت تاعها. هذا هو البيكي. بالنسبة اخوتي الفيديو سهلة نتمنى انه يعجبكم. لأول مرة كتخلقنا مثلا يشاركوا تقال الجرس وان شاء الله فيديو جاي تاع السرعة يعني غادي نجرب واش حال كتشد يعني والمميزة تاعها في الطريق واش مزيانة ولا لا.